ألف سلام عليك يا رائف. الله يسلمك يا وليد. إيه؟ هو كل شوية حد يجي يبقى عايز يقتل أنكل ثابت ولا إيه؟ ثابت مش هو المقصود المرة دي. رائف هيحكي لك. إيه؟ هو اللي كان جاي ده كان جاي لك أنت ولا إيه؟ آه. رائف، في إيه؟ إيه اللي حصل؟ مفيش حاجة، الحمد لله جت سليمة. طب أنت كويس؟ آه الحمد لله كويس. طب ماسك دراعك ليه؟ لا لا مفيش حاجة، أنا كويس، أنا كويس واقف قدامك أهو، مفيش حاجة حصل. طب الحمد لله. أصل أنا وليد من ساعة ما كلمني وقال لي الخبر ده وأنا مش قادرة أتلم على أعصابي خالص. يا وليد أنت ليه خضيتها وأنت بتقول لها؟ أنا قلت لها اللي حصل، وبعدين أنت عارف بقى الأفوار عندها هواية. خس عليك يا وليد، أنا أوفر يا حسن. إيه يا وليد؟ خلاص خلاص يا جماعة. اسمعني رايف؟ أيوة يا فندم.